السباحان السوريان صالح محمد وإنانا سليمان المركز الأول بفئتي الرجال والسيدات لسباق تشرين للسباحة المفتوحة لمسافة 5 كيلومترات، والذي نظمته اللجنة الأولمبية السورية واتحاد السباحة والألعاب المائية بالتعاون مع وزارة السياحة، واختتم اليوم على شاطئ لاميرا في اللاذقية بمشاركة 40 سباحا وسباحة من 11 دولة. كان سباق في شوي منافسة، كان مع السباح الروسي، سباق كان حلو رائع. هلا أكيد شعور حلو لأنه سباق كان بقلب بسوريا ببلدي، فأكيد أنه بشعر بفخر أكثر. الحمد لله قدرت حقق المركز الأول على فئة السيدات بالتعاون طبعا مع مدربي أيمن النمر ومدربي حسام سلوم وأمي البطلة العالمية لبنى معلق. هذا كتير فخر كبير لألي، هي أول مرة من 16 سنة حقق مركز أول ببطولة دولية، فأنا كتير مبسوطة والحمد لله لقيت نتيجة تعبي. أنا سعيد بوجودي في مدينة اللاذقية والمشاركة في هذه الفعالية الرياضية المميزة، تنظيم رائع، وهذه زيارتي الثانية لسوريا منذ 2013. هذا البلد الجميل بطبيعته وشعبه الطيب. والله سوريا زينة ومنيحة الحمد لله، سباق زين بس لكن شوي الماي بارد مرحال أقوى تختلف يعني عن بلدنا، وراح نجيكم إن شاء الله البطولات القادمة بإذن الله ونكون جاهزين ومستعدين إن شاء الله. حاليا جيت بطولة في سوريا وحصلت على المركز الثامن الحمد لله، أول مشاركة لي زينة وحلوة الحمد لله، مكانها حلوة، مسابح فنادق كل شيء فيها حلو، ناسها حلوين. سوريا بلد جميل، أدعو جميع السباحين من مختلف أنحاء العالم زيارة سوريا والاستمتاع ببحرها وطبيعتها الخلابة. فعالية كبيرة جدا جدا، وهيدا شيء بيرفع الراس لسوريا. أتمنى من المدربين يكونوا صارمين، يكونوا عم يشتغلوا باسم السورية.